والصراحه الواقعه اللي وقعت لذاك الوليد مسكين اثرت فينا بزاف، هو ماشي الاول ولا الاخر، هما وليدات بزاف اللي وقع لهم بحال هكا. وهذا السيد هذا خصو يتخاد فيه اقصى درجات العقوبه، تخد فيه واحد العبره باش اي واحد تجرأ انه يقيس وليداتنا خصو يشوف ديك العبره اللي خصنا ناخذو في حق خينا مع الاهدام ديالو. واخا هاد العقوبه انها تمنعات يعني كتمس حقوق الانسان، ولكن خاصها تتخاد عبره لهذا السيد هذا باش وحدين اخرين ما يديروش بحال هذا الفعل هذا المنسوب للطفل اللي بقى فينا بزاف. صراحه بقى فيا بزاف 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 بزاف، وما نكذبش عليكم واخا انا ما عنديش خويا، وهذا حسيت بيه بلي راه خويا صغير والله ياخذ الحق فيه، وما نكذبش عليكم ما كانش عليه اصلا يقتلو هادشي كامل، وما كانش عليه يغتصبو اصلا، وما كانش عليه يدفنو اصلا حتى حدا الدار، فهمتي؟ المهم الله يجازيكم بخير، حضوا وليداتكم وحضوا الاقارب ديالكم والله ياخذ الحق فيه. هادشي اللي غادي نقول لك، الثقه تفقدات، الحياه ما بقاش، حنا ولينا في واحد العالم اخر، ولينا الدرس 6 ولا 7 خصنا كل شيء يدخل ديوره. انا ما كرهتش، انا ما كرهتش اي واحد، اي واحد كيف ما بغى يكون يدير بحال هكا، بحال داك الجريمه اكثر من داك الجريمه، ما خصوش الاعدام، خصو الشنق داك الساعات. وعباد الله كل شيء كتشوف، ما نكذبش عليك، كل واحد والغريزه الجنسيه ديالو. اخويا ما عرفتش والله ما عرفتش نقول، كل واحد واش تيبان ليه. كاينين المثليين كثروا بزاف، وما عرفتش اخويا والله ما فهمنا ما والو، ما بقينا فاهمين والو في هادشي. انا مع اشد العقوبه، كاينه 30 سنه 40 سنه 20 سنه ديال الحبس، اما الاعدام شنقا ما عرفتش الحكم ديال الدين في ذاك الاعدام شنقا. ما نقول لك اخويا صراحه تصدمنا كاملين والله، يعني الدري باقي صغير تقصف ديك خصو، يعني شنو نقول لك، انا بعدا كنطلب الاعدام ديك خونا هذاك، ما بغيتش كما دار الدري خصو يدار ليهم، كما تغتصب حتى هو، وبغينا له الموت صراحه، ما بغيناش يدوز الحبس غير هكاك، بغينا الموت، يعني بغينا ليه اعدام، ما بغيناش يبقى اي واحد غادي ياخذ هذه العبره هذه، ما يبقاش يبقى كون كان العرب كياخذوا هذا الشيء ديال القران، ما غاديش نوصلوا لهذه الحاله هذا، كرانا بخير. يعني انت درتي واحد الدم غادي تعاقب عليه صافي، اي واحد غيشوف هذه القضيه هذه ما غاديش يبقى يعني هذا الشيء يبقى يكثر. خصو الاعدام هو اول حاجه، وخصي يعني خصو يموت امام العالم باش كل شيء غادي، مادام المغاربه غيشوفوا كاملين داك الشيء ما يبقاش هذا الشيء. حيت دابا حنا واخا كيموت شي واحد كيقتلوا مثلا كتوقع شي جريمه صافي كدوز الحبس، كيدخل الحبس كيخرج بخير مع راسو، مدريني فورمته زوينه واكل شارب، اش خصو؟ اللهم قضيه خويا اجرام بعينه. الدري مسكين مشى غير الفورماسيون وقريت تقدا الوالدين صدق، قديم واحد شخص غريب قنعت ليه داه اغتصبوا قتلوا، راه اجرام هذا كيحق للانسان هذا اعدام. الدري مسكين باري ما اجنبوه مسكين قتلوه هكاك وصافي، هذه خصي منظمة حقوق الانسان تدخل بهذا الوضع هذا، بان الانسان هذا خصو اعدام، ما خصو الحبس ولا الاعدام مباشر قدام الناس في القناه الوطنيه تبينوا بان دي الاعدام، اما الشيء ديال الحبس ما خدامش.